العالمي للمرأة 2020 محطات تاريخية. يحتفل باليوم العالمي للمرأة في 8 شهر مارس من كل عام للاعتراف بإنجازات النساء وإسهاماتهن في التطور الحضاري العالمي. ويتميز يوم المرأة الراهن بخصوصية عام 2020 الذي يعتبر عام المراجعات الدولية في قضايا المرأة، ففي هذا العام نحتفل بذكرى مرور 40 عاماً على الوثيقة المرجعية الأهم في موضوع المرأة، وهي اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتم التوقيع عليها في احتفال عقد في يوليو 1980 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. 25 عاماً على صدور منهاج عمل بكين، والذي صدر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في سبتمبر 1995. 20 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الشهير 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام أكتوبر 2000. 10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 5 أعوام على صدور الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030 في 25 سبتمبر 2015. عربياً يوافق عام 2020 مرور 20 عاماً على ميلاد فكرة إنشاء منظمة المرأة العربية التي تمخضت فكرتها عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول بالقاهرة في نوفمبر عام 2000، ودخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ في شهر مارس من عام 2003. واليوم يحتفل العالم ومنظمة المرأة العربية بجيل المساواة الذي ولد ونشأ في ظل هذه الجهود.